اهلا بكل الساده المشاهدين من جديد، وما زلنا مع حضراتكم بنستكمل حلقتنا النهارده وساعه صبحيه. اولى فقراتنا النهارده هتكون عن الصحافه زي ما تعودنا، واهم الاحداث اللي بتصدر الصحف. والحقيقه النهارده هيشاركنا هذه الفقره ضيفنا العزيز اللي دايما بيشرفنا ومنورنا فيها، استاذ ايمن عدلي، عضو اللجنه التاسيسيه لنقابه الاعلاميين. اسمحوا لي ارحب بيك. اهلا بيك استاذ ايمن. صباح الخير يا فندم. صباح النور على مصر الجميله، مصر العظيمه، مصر التاريخ والحضاره، مصر اللي دايما بتكسر كل اعداء الوطن، يعني ام الدنيا الحقيقي. طبعا طبعا. ومنا كلنا الكبيره. واستاذ ايمن، يعني الحقيقه على الساحه يعني السياسيه بتصدر العديد من الاحداث، وخلينا نبدا بصحيفه الاهرام طبعا بس. ونقول اول خبر معانا فيها بيتكلم وبيتصدر الصحيفه تعزيز التعاون بين مصر والكونغو. طبعا السيسي لكايبلا بيقول مواصلة دعم كينشاسا بمختلف المجالات. تعالوا نشوف ايه تفاصيل الخبر. اكد فيها الرئيس عبد الفتاح السيسي ان مصر والكونغو الديمقراطية تسعيان لتحقيق التنمية الاقتصادية اعتمادا على ما يتوافر لهما من امكانيات مادية وايضا بشرية، كما انهما تتقاسمان ذات المواقف والرؤى وازاء العديد من القضايا الاقليمية والدولية، وهو ما يمثل حافزا للعمل معا على دفع العلاقات الاقتصادية والتجارية، وكمان بحيث تعكس ما يجمع بين الدولتين والشعبين من علاقات وروابط وثيقة. جاء ذلك خلال المؤتمر الصحفي الذي عقده مع رئيس الكونغو الديمقراطي جوزيف كايبلا عقب جلسة مباحثات موسعة. وأكد الرئيس السيسي أن المباحثات شهدت مناقشة سبل تعزيز العلاقات الثنائية بين مختلف المجالات والارتقاء بحجم التبادل التجاري وتشجيع المشروعات المشتركة في القطاعات الاقتصادية المختلفة. طبعا على سبيل المثال تفعيل التعاون بين الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس. حضرتك شايف خبر زي ده في وقت زي ده بيمثل لنا ايه؟ هو الحقيقة طبعا يعني مصر بعد 30/6 اختلف الوضع بالذات في التعامل مع القارة الافريقية. انت بتتكلمي على 54 دولة بيمثلوا كتلة تصويتية كبيرة في الأمم المتحدة، وانت عارفة احنا كمصر احنا نحتل مقعدين في الأمم المتحدة، سواء لجنة مكافحة الإرهاب أو لجنة السلم الأفريقي. الرئيس عبد الفتاح السيسي أدرك أهمية الدول الأفريقية. خلي بالك أوغندا دي من دول حوض النيل، الدول المهمة جدا. مش هننسى رئيس الزعيم الراحل جمال عبد الناصر كان دايما، حتى احنا بنروح أفريقيا ولا نشوف البلاد دي، أوغندا ولا بعض الدول حوض النيل، هتلاقي في دول بتسمى قرى بتسمى على اسم جمال عبد الناصر. مهمة أفريقيا لمصر. انت عندك تحديات في دول حوض النيل، عندك مصر هي اللي انشات يعني مدارس هناك، هي اللي انشات مستشفيات. لا تنسى الدور العظيم للازهر الشريف في افريقيا، احنا عندنا بعثات هناك للمسلمين في كل حته. كان في فراق، كان في بعد بعد حادثه 95 رئيس الاسبق حسني مبارك، محاوله الاغتيال الفاشله في اديس ابابا، فكان في بعد الى 2013 وكان في جفاء. هم محتاجيننا واحنا محتاجينهم. أكيد. احنا محتاجينهم، دول اصل القارة الافريقية، هم ناس عندهم موارد عندهم طاقات، بس محتاجين الفكر المصري والخبرة المصرية والإدارة المصرية والعدد المصري. يعني احنا دايما يعني حتى رئيس الوزراء الاسبق المحترم ابراهيم محلب كان دايما يقول كلمة مهمة جدا، يقول احنا لو استفدنا من الثروات والخيرات اللي موجودة في افريقيا دي هتنعكس على الشعب المصري. اعتقد رؤية الرئيس السيسي لانه يعلم الامن القومي وراجل عنده فيجن، فعارف ان التواصل مع افريقيا، هتلاحظي كده اللقاءات الافريقية في 3 سنوات مضت على فترة الرئيس عبد الفتاح السيسي اساسية كانت افريقيا. عندك دول حوض النيل ده مهم جدا، عندك تبادل تجاري، عندك استثمارات، هم عندهم ارض خصبة، خلي بالك عندهم ثروات كبيرة جدا، عندهم ثروات معدنية، عندهم ثروات تعدينية، عندهم ثروات موجودة في الطبيعة عندهم. احنا محتاجين، يعني بلد زي السودان عندها ارض اخصب ارض زراعيه، انت كنت محتاجه ان انت تروحي تستثمري وتزرعي، ولو عملنا كده التنسيق التبادل التجاري ده اعتقد هينعكس على القاره الافريقيه. مصر تدرك اهميه افريقيا، وهتلاقي بالتناوب كل يوم احنا عندنا لقاءات سواء مصريه هناك في دول افريقيا او هتلاقي في زيارات لمصر، لان هم يدركوا ان مصر بعد 2013 احنا عندنا عوده لافريقيا، خاصه في تحديات بتقابل مصر. في عندك دول شغاله زي تركيا، زي قطر، زي اسرائيل، الولايات المتحده الامريكيه بتضربك في افريقيا. يعني انت مثلا سد النهضه، ما هم بيحاولوا كل شويه، افريقيا فيها فقر، بيحاولوا يشتغلوا على دعم الموارد، بيحاولوا يديهم تمويلات، وبالتالي كل ده عشان ينعكس، عشان يقفل لك محبس
سد النهضه. فانت ما تعملي تعاقد وبروتوكول تعاون وتبتدي تعملي شراكه حقيقيه مبنيه على الدول، العلاقات بين الدول تبنى على المصالح. هم محتاجين خبره مصريه، محتاجين ايدي مصريه، محتاجين طبيب مصري، محتاجين مهندس مصري. يعني احنا لا ننسى دور المقاولين العرب في اوغندا، لا ننسى دور المقاولين العرب في كينيا. انت ليكي دور، بس احنا محتاجين الرؤيه، محتاجين الاداره، محتاجين التواجد. التواجد ده هيمنع عدم اختراق العلاقات المصريه الافريقيه، هيمنع الحفاظ على الامن القومي. خلي بالك الامن القومي المصري ليس في حدود مصر بالزبط. انت السودان امن قومي، اثيوبيا امن قومي. فكل من يهتم بالامن القومي المصري يتم من خلال اللقاء. خلاصه الكلام ان الرئيس عبد الفتاح السيسي ادرك ويعلم جيدا ان اهتمام مصر ومكانه مصر ليس بالدول العربيه فقط، ولكن كونك انت من الدول المؤسسه للاتحاد الافريقي هو بتاتي هذه اللقاءات. وانا اعتقد ان هم بيفرحوا بالمصريين. ما تنساش احنا زي الدول العربيه، اللي علم الدول العربيه كلهم مصريين. افريقيا برضو من ايام الزعيم الراحل جمال عبد الناصر، وانا اعتقد ان الافارقه بيحملوا مكانه خاصه للمصريين. فان الاوان لكي تعود العلاقات المصريه الافريقيه من خلال ايه تاني؟ العلاقات التجاريه، العلاقات اللي تبنى على المصالح، يبقى في تبادل، في قوافل علاجيه، ناس فقراء هناك بالزبط. انت محتاجه بدل ما يملى هذا المكان اسرائيل وقطر ودول ثانيه. اذا انت عزيزي العلاقات يعني والتعاون بيننا وبين دول افريقيه في الوقت ده مهم جدا، هي رؤيه للمستقبل، هي يعني خطوات مدروسه على ارض الواقع. انت عندك خبره في التعامل مع بالزبط. افريقيا انت ايه يعني زي الجيش المصري العظيم بتاريخ، انت بتتكلمي على جينات وراثيه، بتتكلمي على اداره، بتتكلمي على دم، انت كنت بتحتوي الناس دي بالزبط. اما ترجع للتاريخ هتلاقي مصر دي كانت متواجده، انت اللي قدت ثورات التحرر بعد 52 لكل الافارقه، هم مش ناسيين لك كده. فلازم نرجع تاني لمكانتنا، وتاني بقى يبقى في زي ما فيد واستفيد طيب. العلاقات في الدول هم عندهم ارض خصبه، هم عندهم ميزات تنافسيه، هم عندهم موارد، انت عندك العقل وعندك الخبره وعندك الاداره وعندك الدوله الوحيده اللي في منطقه الشرق الاوسط عندك 5 نوبل. فازاي نعمل التكامل ده؟ اعتقد ده هينعكس على مصر وعلى الدول الافريقيه. تمام، خلينا نشوف كمان ايه ابرز الاخبار اللي بتتصدر ايضا صحيفه الاهرام. والحقيقه معانا خبر مهم جدا بيتكلم عن تعزيز العلاقات الاستراتيجيه، بيتصدر محادثات السيسي وسلمان اليوم. الحقيقه تفاصيل الخبر بتتكلم انه بيبدا الرئيس عبد الفتاح السيسي اليوم زياره للسعوديه تستمر يومين، وتلبيه هي لدعوه خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز، والتي من المقرر ان تجرى فيها مراسم الاستقبال الرسميه للسيد الرئيس عبد الفتاح السيسي، وطبعا الوفد المرافق ليه في قصر اليمامه بالرياض، وهيعقبها مأدبه غداء يقيمها خادم الحرمين تكريما للرئيس. وطبعا اكد السفير المصري لدى السعوديه ناصر حمدي ان المباحثات بين الزعيمين ستتناول سبل تعزيز العلاقات الاستراتيجيه بين البلدين. طبعا هيكدور فيها التشاور حول العديد من القضايا الاقليميه والدوليه، وطبعا هتكون على راسها مكافحه الإرهاب. زيارة زي دي في الوقت ده الحقيقة يعني شايفها رسالة، بتبعث للعالم أجمع رسالة مهمة جدا عن علاقة مصر بالسعودية، وكل من يحاول التفرقة بين يعني بلدين جمعهم علاقة صداقة على مدى طويل بيشهد عليها سنين أزمنة عصور. فكلمنا عن هذه العلاقة والزيارة المرتقبة اللي جت في الوقت زي ده النهاردة، فكلمنا تمثل إيه مصر وهتعود على مصر بإيه؟ بداية لازم نأكد أن هذه الزيارة هي يعني صدمة لكل الجماعات الإرهابية، كل الجماعات المتآمرة، كل الجماعات التي تعمل على هدم الدولة المصرية. هناك خلافات، هناك خلافات. احنا عندنا الإعلام المصري تسبب في خلافات، عندنا قضية تيران وصنافير عملت خلافات، عندك شركة أرامكو أما تم وقف استيراد الغاز كان في مشكلة. في جهات بتلعب على افساد العلاقات المصريه الاستراتيجيه. خلي بالك انت عدت بعد ثوره 30 يونيو على العلاقات الخارجيه، وبقى عندك استثمارات، وبقى عندك السياح بدات تشتغل. انت لاحظي كل ما تتقدمي وكل ما تنجحي كل ما تلاقي تفجير كنيسه بالظبط، افساد علاقه. وده الطابور الخامس اللي موجود في مصر. انت مصر بتحارب من خلال حروب الجيل الرابع، ازاي احط ناس في المؤسسات تفسد داخليا، وشوف الاعلام بيتعامل معانا ازاي، وشوف محاولات تشويه الجيش المصري. العلاقات المصريه السعوديه هي علاقات استراتيجيه. كان زمان كان في مثلث مصر والسعوديه، وكان في سوريا، وفتره من الفترات كانت العراق. خلاص ما بقاش في العراق، ما بقاش في سوريا. خلي بالك انت بتتكلمي على دول كانت دول الجيش الرابع على مستوى العالم، كانت العراق. سوريا كان عندها الاقتصاد بتاعها اقتصاد يعني على اعلى مستوى، وكانت بمفهوم الدوله. حي ظل مصر والمملكه العربيه السعوديه.
ودي علاقات استراتيجيه. الامن القومي العربي بيتمثل اولا في مصر ثم المملكه العربيه السعوديه، بما ان السعوديه تعتبر يعني اولى الدول اللي عندها احتياطي نفط، دوله لها وضع في منطقه الشرق الاوسط، ومصر طبعا بتاريخها وحضارتها ووضعها. العلاقات بين الدولتين كان فيها محاولات الفتره اللي فاتت، انا بقول لحضرتك وباكد طبعا في خلاف وجهات النظر، احنا عندنا تيران وسنافير والموضوع دلوقتي في البرلمان او في القضاء، في مشاكل اقتصاديه او كان في اتفاقات اقتصاديه السعوديه الى حد ما منعت عننا الغاز، ولكن سيظل الهدف الاسمى الهدف العلاقات الاستراتيجيه. المملكه العربيه السعوديه تحتاج الى مصر، اؤكد مره اخرى المملكه العربيه السعوديه تحتاج الى مصر، لان الدول العربيه جمعاء ال 21 دوله ما عدا مصر، من غير مصر اعتقد هيبقوا خسرانين كتير، ومصر في هذا التوقيت تحتاج الى المملكه العربيه السعوديه، هم جناحي الامه. اعتقد ان الملك سلمان عندما وجه دعوه في القمه العربيه الاخيره في الاردن دي تنم عن شعور المملكه العربيه السعوديه لاهميه مصر. انت دوله، شوفي استقبال ترامب للرئيس عبد الفتاح السيسي، حتى عندما كان مرشحا للرئاسه الامريكيه والكل كان يراهن على ان هيلاري كلينتون هي الفائز، بالظبط الرئيس عبد الفتاح السيسي طلب، وده الزعيم العربي خلي بالك لازم نربط الاشياء. طيب. عندما تكون هناك المراكز الابحاث الامريكيه تؤكد ان الرئيس الامريكي يلتقي الرئيس عبد الفتاح السيسي، يبقى ده لاهميه مصر ولتاريخ مصر. تمام. هذه الزياره اولا المملكه العربيه السعوديه تعاني من تدخل ايراني، المملكه العربيه السعوديه تعاني من تدخلات غربيه، من يحمي ومن ينسق ومن يدعم هي جمهوريه مصر العربيه. زي ما قلت لحضرتك في مكافحه ارهاب، في تغيرات في المنطقه، في علاقات جيده بالولايات المتحده الامريكيه، سواء مع خلي بالك احنا لو افتكرنا من فتره كان في قانون جاستا اللي هو بيعمل على ان الولايات المتحده الامريكيه تحجز على الاموال السعوديه، فلازم يبقى في تنسيق مصر. فاعتقد ان القمه دي لصالح البلدين، القمه دي تاتي في اهميه ما بقاش في دول عربيه ما بتضحكش على بعض، احنا الجامعه العربيه بنخش الدول اصلا، دوله زي قطر اللي تملك القرار، وفي دول اصلا ما فيش دول، لا عندك جيش وطني ولا عندك حدود، انت عندك جماعات ارهابيه، عندك الامراء والملوك عدد منهم كبير بيتملوا القرارات اللي بتم اخذها. فانا اعتقد المملكه العربيه السعوديه ممثله في الملك سلمان يدرك جيدا ان مصر هي صمام الامان للامن القومي العربي، وعندك مكافحه الارهاب، وعندك ايران، وعندك تدخلات، وعندك قطر بتلعب في المنطقه، وعندك الولايات المتحده الامريكيه تعمل لصالحها. تمام. فاعتقد زياره مهمه دي بتنعكس على البلدين، وعندك زي ما قلت لك لازم يبقى في تنسيق عربي، ومش تنسيق عربي هي مصر والسعوديه ويمكن الاردن وكام دوله اللي هم متماسكين. لو احنا اشتغلنا لوحدنا والسعوديه اشتغلت لوحدها اعتقد ده هينعكس بالضرر على مصر وعلى المملكه العربيه السعوديه. وخلينا ناخد كمان خبر مهم جدا في الجانب الاقتصادي من جريده الاهرام، وبيتكلم عن جهود حكوميه لدعم المساواه الاجتماعيه والاقتصاديه وتمكين المراه والشباب. انشاء العاصمه الاداريه ضمن 10 مدن جديده لاستيعاب 6 ملايين نسمه. واصل وزير الاستثمار والتعاون الدولي الدكتوره سحر نصر والاسكان والمرافق والمجتمعات العمرانيه الدكتور مصطفى مدبولي مشاركتها للقاء مع العديد من المسؤولين ورؤساء طبعا الشركات الكبرى في العاصمه الامريكيه واشنطن على هامش اجتماعات الربيع للبنك الدولي. فقد قام الدكتور مصطفى مدبولي بتقديم شرح موجز عن مشروع العاصمه الاداريه الجديده، وذلك في ندوه نقاشيه تحت عنوان المدن حيث يبنى المستقبل، تم تنظيمها في إطار المناقشات التي يجريها حاليا البنك الدولي بالعاصمة الأمريكية واشنطن. وقال الوزير أننا ننمو سنويا بمعدل يصل ل 2.5 مليون نسمة، ونحتاج إلى نحو 600,000 وحدة سكنية لاستيعاب الأسر الجديدة، وذلك كان علينا أن نخضع لخطة مستقبلية للتنمية حتى 2052. رأي حضرتك إيه في العاصمة الإدارية الجديدة، وخاصة أنها يعني من أهم المشروعات الموجودة في الفترة الحالية، وماذا ستعود علينا من استثمارات رائعة، وأيضا هي دعاية لنا في الخارج ضمن دول العالم، فرأيك إيه؟ رأي طبعا لمن لا يعلم أن المشروعات القومية التي يتم إنشائها منذ سنتين أو أكثر أنت بتعمل حاجتين، إحنا خلاص وصلنا لمرحلة الضيق والخناق في الشوارع، بنتخانق مع بعض عشان المرور والمواصلات. أولا أنت بتفتحي بيئة جديدة، مشروعات جديدة، محلات جديدة، شركات جديدة. أولا بتشغلي الناس، بتعملي تسويق للشركات العالمية. مصر خلي بالك
احنا عندنا بيئه كامله متكامله من المشروعات الاقتصاديه. المشروع العاصمه الاداريه الجديده مش هتبقى فقط محلات ومطاعم واماكن ترفيهيه، هيبقى مقرات لشركات اجنبيه، هيبقى عندك توكيلات عالميه، هيبقى عندك عدد من المشروعات اللي هي الدوليه. هتنعكس على مصر استثماريا، ان طبعا انا كمستثمر انا يهمني مكان يبقى فيه بنيه تحتيه، يبقى فيه طرق، يبقى فيه الحاجات اللي هي المياه والكهرباء، يبقى عندي مرور كويس. خلي بالك جزء من مشاكلنا في الاستثمار في القاهره مرور. على سبيل المثال انت مش قادره حتى الان تحل الازمه المروريه اللي موجوده في شوارع القاهره. طيب. وبالتالي اما تعملي مشروع زي العاصمه الاداريه هو بالقرب من القاهره في طريق السويس او طريق اسماعيليه، اعتقد ده على المستوى العالمي انت بتقولي للمستثمر اهلا وسهلا بحضراتكم، تعالوا انا بوفر لكم اماكن واسعه، بوفر لكم مناخ كويس، بوفر لكم بنيه تحتيه، عندي شبكه طرق على اعلى مستوى. الناس كده بتسال مشروعات مشروعات. ايوه، ما هو مش السنه دي، كمان 3 4 سنين مش هنعرف نمشي من القاهره. انت عندك 6 مليون عربيه في الشارع، وعندك ناس البيت لوحده كان زمان كل بيت بيبقى فيه عربيه، دلوقتي ما شاء الله تبص تحت اي عماره. انا العماره بتاعتي والله من 5 سنين في شيخ زايد كان 3 عربيات. انا امبارح بارك لقيت 60 عربيه. القسط خلى الناس يعني في غلاء بالزبط. بس في ناس بتشتري عربيات سهل، والناس بتجيب تلفزيونات بالزبط. والناس بتجيب كل حاجه. في مشاكل اقتصاديه انا معاكي، بس انا ممكن في قوة بس في قوه شرائيه حي. وبالتالي انت محتاجه تفكري تفكير بره الصندوق، طرق ابداعيه. ايه الحل دلوقتي؟ احنا كلنا عايزين نسكن في القاهره وفي الشيخ زايد وفي اكتوبر وفي الهرم وفي اسم بالظبط. ايه الحل حي. الناس اللي بيشتموا، الناس اللي مش فاهمه، الناس اللي مش عارفه، لا انا ما اعمل مشروع. انت اللي قلتي لي سيب شغلك وتعالى هديك شقه وهديك ارض او هديك مشروع وهوفر لك زي بره. تعالى شوف المشروعات بتبنى ازاي، شوف الامارات العربيه المتحده البلد العظيم ده اتعمل ازاي، ومهندس مصري اللي عمله على فكره ازاي خطط، ازاي بقى عنده فيجن، ازاي بيبص لقدام، ازاي تبص ل 30 سنه، ازاي تبص لده ولادي واولادك واحفادي واحفادك كمان 10 سنين هيبقوا في المدرسه برضو اللي في موجوده في اكتوبر وفي الهرم. لا مشروع العاصمه الاداريه الجديد معمول على مساحه هائله، معمول على احدث طراز. يبقى اولا اهم نقطه في مصر واهم تحدي بعد الارهاب والامن القومي وفساد الاخلاق اللي بينا البطاله. يعني ايه شاب متخرج؟ وده برضو انا اطالب الحكومه المصريه واطالب رجال الاعمال الشرفاء المصريين الوطنيين اللي بيحب بلدهم. نعم. مش اللي بيغنوا واللي بيطبلوا. انا بخاطب وجدان المصريين. خلي بالك الناس عندها دين وناس بتحب بلدنا وناس عندها اصل. ساعدوا الشباب للعمل. التحدي المصري، الناس بتتكلم على الارهاب، بنتكلم على الفساد، بنتكلم على المشاكل، بنتكلم على التطاول. هات الناس وطلعي الطاقات اللي عندهم. ما يبقى شاب متخرج وعنده 20 سنه ولا 22 سنه عنده طاقه وعنده يعني قوه تحمل وقادر على العمل، ما تديه بقى افتحي له مشروعات في العاصمه الاداريه الجديده. تفتح مشروعات وزي ما قلت لك ده تحدي اذا تشغل الناس. المشروع الثاني واجهه حضاريه، احنا عايزين نمشي بقى كده زي الكويت وزي الاردن بالزبط. يبقى عندنا اماكن جميله وعندنا يعني الواحد لما بيروح حتى الكافيهات او المولات بالظبط الواحد بيبقى سعيد جدا. اما بنشوف على اليوتيوب كده مكان في السعوديه ولا في قطر ولا في اي حته، مصر دي بلد عظيم. احنا بنتكلم على حضاره، بنتكلم على تاريخ، بنتكلم على اسماء. فانت عندك مشروع العاصمه الاداريه الجديده، اولا واجهه حضاريه، اثنين توظيف قدرات للناس اللي عنده مصنع واللي عنده شركه واللي عنده مؤسسه واللي عنده ثلاثه، وده الاهم. انت بتفتحي مجال للمستثمرين اللي عايز يعمل شركه، شوف الشركات العالميه بتاعه اتصالات وبتاع. فانا اعتقد ده مشروع مهم جدا. المصريين لازم يبصوا لبكره وبعده، ما نبصش النهارده، ويا رب ينعكس ده على الشباب المصري والاسر المصري. يا رب يا رب. وخلينا نشوف كمان خبر مهم جدا في صحيفه الاخبار، والحقيقه الخبر اللي معانا بيتكلم عن الذهب الاصفر بقى، وهو توريد 6825 طن من القمح في 8 محافظات. التجار قدموا تسهيلات للمزارعين واشتروا المحصول بدلا من الحكومه. تفاصيل الخبر بتقول تزايدات لمعدلات توريد القمح الاقماح بصوامع وشون المحافظات وسط تفعيل دور لجان المتابعه المكونة من مديرتي الزراعة والتموين وهيئة الصادرات لتلافي سلبيات الأعوام الماضية. لتلافي سلبيات الأعوام الماضية في الألوبية بتم توريد 160 طن لصوامع استقبلت شون وصوامع كفر الشيخ حتى الآن ل 1327 طن من إجمالي 161 ألف طن. يتوقع توريدها هذا العام. في نفس السياق بيقوم أصحاب الحيازات الزراعية الصغيرة ببيع محصولهم للتجار بسعر يتراوح
ما بين 560 و540 جنيه للأرنب، أي بأقل من سعر التوريد للدولة لتوفير نفقات نقل المحصول من الأرض واستلام ثمنه كاملا دفعة واحدة، وده اللي أكد عليه مسؤول غرفة عمليات توريد القمح في الغربية. شايف يعني خبر زي ده، وخاصة الذهب الأصفر من أهم يعني عندنا المحاصيل في مصر، ودايما بنتمنى دايما يكون في أفضل حال وفي أحسن حال، شايف وصل لإيه دلوقتي؟ الحقيقة يا رب نتعلم من أخطاء العام الماضي. أنا أثق في الدكتور علي المصلحي، وهذا رجل شاطر عنده خبرة ورجل دولة. هو المزارع عايز ايه؟ ما في جزء على الدوله وجزء على المزارع. هو انا بزرع ليه؟ بابايا بيزرع ليه؟ بزرع. انا بزرع وبشتغل وبجيب فلاحين وبتقاوي، والحاجات كلها بقت غاليه عشان اما ابيع انا عايش من الفلوس دي. يعني هو الفلاح عايز ايه؟ وانا احيي احيي السيد وزير الزراعه على التسهيلات وعلى يعني محاربه الفساد في كل مكان، الدور اللي سيادته قايم بيه. انت السنه اللي فاتت كان عندك فساد في الشوى، عندك القمح بقى يترمي في كل مكان، عندك الاسعار الدوله ما قدرتش تدي الفلاحين حقوقهم. خلي بالك دي سلعه استراتيجيه، ده من ضمن الامن القومي. تمام. انت دلوقتي التحدي على وزاره الزراعه ان انت يبقى عندك اكتفاء من محصول القمح. خلي بالك ده مهم، نقطه مهمه جدا. المشكله بتاع السنه اللي فاتت وعلى اثرها تم اقاله خالد حنفي، دي مشكله كبيره جدا، ده من ضمن المشاكل فساد القمح. انت دلوقتي عندك تحديين، التحدي الاولاني كيف تتعامل الدوله مع الفلاح؟ ازاي تدي له فلوس يبقى المنتج اللي انا ببيعه، بدل ما بنشوف كده في الطرق في بلادنا واحنا ماشيين واحد زارع باذنجان ولا طماطم رميه، ما هو اصلا كيلو الكوسه ولا كيلو الخيار بقى عشان يبيعه العربيه اللي هتنقله اصلا هتاخد نص الثمن. فانا اعتقد ان الاستفاده من اخطاء العام الماضي في كيفيه التعامل مع الفلاح المصري، انت بتشجعه وبتقول له اعمل لي ازرع لي لو سمحت قمح، فانا بعمل ايه؟ انا بديله فلوس، وكمان وده المهم ان انا باخد القمح ده يبقى عندي الاسلوب العلمي استراتيجيه شامله لتخزين القمح. فانا اعتقد انا يعني اثق في الدكتور علي المصلحي اللي معرفتي بيه الشخصيه، هو رجل عنده خبره ورجل لديه درايه كامله بالملف ده. احنا من 10 سنين ولا 12 سنه كان هو بيتولى وزاره التموين ووزاره التضامن الاجتماعي. المهم تشجع الفلاح، المهم تدي له حقه، عشان حرام الاسر المصريه الفقيره التي تعمل على زراعه القمح وفي الاخر تيجي تلاقي اولا نص السعر ما جابش حق الفلاحين وما جابش حق المبيدات وما جابش حق تكلفه النقل، فبالتالي انا السنه الجايه هزرع ليه؟ انا هسيب الارض ولا هاجرها ولا ابني عليها واشتغل شغلانه ثانيه. اعتقد ان شاء الله انا اامل في اولا الرقابه البرلمانيه، اامل في اداء الوزير، اامل في الضمير الوجداني للمصريين ان ان شاء الله يبقى عندنا قمح بيتزرع بيتخزن صح بيدفع الفلوس. انت عايزه منظومه، عشان كده احنا بنطالب المصريين يبقى في اداره دايما كامله. حقيقي. انت بتزرعي وانا بديك الفلوس وبيتخزن، يبقى المواطن بيكتسب بيستفيد من المنتج وانت بتاخد حقك، وانا كدوله بنظم الموضوع ده. فاعتقد ان شاء الله لا لعوده مره اخرى لفساد القمح او ان احنا ما نعرفش نتعامل معاه باسلوب علمي. طيب خلينا ننتقل لصحيفه اخرى والمصري اليوم، وزي ما اتكلمنا عن الذهب الاصفر نتكلم عن الذهب الابيض كمان وزراعه 62,000 فدان بالقطن، والحكومه تستهدف 260,000. مصادر فشل الاصناف الامريكيه ودولتان عربيتان تحصدان 7 مليارات دولار من الصناعات النسيجيه. الحقيقة كشف تقرير رسمي صادر من وزارة الزراعة أن المساحات المزروعة بالقطن حتى الأسبوع الماضي بلغت 62,244 فدان بنسبة 23% و87% من إجمالي 260,767 فدان تستهدف الحكومة زراعتها بالقطن العام الجاري لتلبية احتياجات السوق المحلية من الإنتاج لأغراض الغزل والنسيج، مشددا على ضرورة توعية مزارعي القطن بعدم زراعة المحصول بعد 30 إبريل الحالي حتى لا يتعرض المحصول للإصابات الحشرية وانخفاض إنتاجيته. وأضاف التقرير أن إجمالي المساحة المزروعة بالقطن بالوجه البحري بلغ 41,840 فدان بنسبة 18% و36%. تابع التقرير أن محافظة كفر الشيخ أيضا جاءت في المركز الأول في المساحات المزروعة حتى الآن. وكمان بيأتي ذلك ذكر تقرير رسمي آخر أصدرته الوزارة أن مشكلة القطن تكمن في السوق المصرية، تحتاج لأربع ملايين قنطار شعير وأي حوالي 150,000 طن من أقطان طبعا الشعر. وطبعا الأعوام الخمسة الأخيرة لم يصل الإنتاج المحلي فيها لهذا الرقم، وطبعا عليه لابد من الاستيراد. خلينا نشوف يعني خبر زي ده، وخاصة بنتكلم فيه عن أيضا يعني من أهم أيضا المحاصيل الموجودة، إذا تكلمنا عن القمح فلازم نتكلم أيضا كمان عن القطن، فشايف خبر زي ده؟
انا شايفه بالافلام بتاعت زمان بتاع الستينات، ام كلثوم والاغاني كنا بنسمعها، ونشوف القطن والقطن طويل التيله، وكلام قرايبي زمان لما كنا بنقول احنا كان عندنا افضل منتج قطن على مستوى العالم. للاسف برضو من الحاجات اللي الواحد بيزعل عليها ان احنا ما بنستفيدش بالميزات التنافسيه اللي في مصر. يعني احنا بنصدر الرمل عشان يجينا بعد كده ازاز او يجينا بعد كده رخام. احنا في مصر عندنا ميزه بالزبط. ربنا حبانا بالقطن طويل التيله الهاي كواليتي الجميل اللي احنا تاريخيا بقول لك الافلام السينما زمان لما حضرتك تتفرج على افلام السبعينات او الستينات الناس كلها بتتصور وسط القطن اللي هو ناصع البياض فين ده؟ انت شجعت الناس؟ ولا احنا مكتوب علينا ان احنا الاجانب شوف الصينيين بيعملوا ايه؟ الصينيين مطلعين قانون لمنع بيع المواد الخام. اخطر حاجات بتهدد الصناعه المصريه المنتج الخام، بمعنى انت بتبيع منجنيز، بتبيع رمل، بتبيع قطن، ويجي لك بعد كده منتجات تشتريها بمليارات الدولارات. اعتقد ان دي برضو سلعه استراتيجيه لو عندنا منظومه عندنا اداره، وانا اطالب سيد وزير الزراعه هذا الرجل المحترم ينشئ اداره لتشجيع ومتابعه صناعه القطن، خاصه ان انت دوله بالظبط انت عندك زي ما قلت لحضرتك عندك الارض بتاعتك ارض جميله، واحنا احنا احنا خبراء في زراعه القطن. هو احنا ليه ما نمسكش السلع دي ونشوف ده؟ في دول بتبقى عايشه على يعني البرازيل مثلا مركزه في البن بالظبط، غير الكوره طبعا يعني الكوره دي بتدخل لهم طبعا فلوس كتير. ليه احنا ما يبقاش عندنا استراتيجيه شامله لزراعه القطن ويبقى عندنا المصانع اللي جنب القطن؟ يكون احنا مشكلتنا ان احنا بنزرع القطن ونصدره لدوله عبقريه عفاريت بتوع الصين دول ياخدوا المنتج ويرجعوا لك تاني بقى تيشيرتات وقمصان وبناطيل وكده وتشتريه بملايين الملايين. بالظبط. تاني نهتم بالفلاح ونديله فلوس ونجيب منظومه يبقى عندك زي زمان، احنا زمان كنا بنشوف في بلادنا مصنع بتاع شاي، يعني بياخدوا الشاي يصنع ويبيع للناس. عايزين ده يرجع تاني، وانا اعتقد ان الفلاح المصري محتاج من خلال قناه محترمه زي مصر الزراعيه عاملين حملات مكثفه لكل المواسم، ومحتاج اداره تاني. احنا مشكلتنا في مصر الاداره، لازم ندير المنظومه دي. يبقى كويس قوي يبقى عندك قمح، انت عندك قمح احتياط استراتيجي زي رمضان جاي اهو، محتاجه سلع قمح، محتاجه سكر، محتاجه شاي، القطن. اعتقد لو احنا عملنا ده صدقيني مش هيبقى عندنا مشاكل، عشان ازمه مصر هي ازمه اقتصاديه. بالظبط. احنا هنحارب الارهاب وهنقضي عليه بفضل الله بالجهود وبالعمل وبالتسليح اللي احنا بنجيبه من كل الدنيا. ولكن انت الواحد الفقير ده ان ما كنتيش توفري له رغيف عيش وشاي وطماطم وخيار الحاجات الطبيعيه اللي الناس بتاكلها وفول، يعني الدوله عملت ايه في رمضان الجاي عشان الفول؟ ايوه. ولا برضه هنلاقي كيس الفول بقى؟ دي مهمه جدا عشان العلاقه بين المواطن والدوله هي رضاؤه عن الخدمات. حقيقة. انا عايز اخش مستشفى، انا عارف ان في مشاكل اقتصاديه على مصر وماشي كان في مشاكل السنوات، بس فين الاستراتيجيه؟ انا عايز بقى استراتيجيات. خلال 50 هنعمل وحدات صحيه، طب الدكاتره هيروحوا المناطق النائيه؟ طيب احنا عندنا موضوع القطن كمان 5 سنين عايزين نعمل منظومه. اعتقد ده ان شاء الله مع وزير الزراعه ومع المجلس الاعلى للزراعه ومع لجنه الزراعه في البرلمان نحن قادرون أكيد. ان احنا يبقى عندنا استراتيجيه لكل المنتجات. اكيد طبعا شاكرين لوزاره الزراعه على الجهود اللي بنشوفها على الارض الواقع. لا الحقيقه عملوا يعني مفترة. فعلا احنا محتاجين زي ما حضرتك قلت واكدت ان لازم نهتم بهذه المحاصيل اللي اكيد هتفرق بكثير شكل اقتصادي على مصر وعودة اقتصادية بشكل كبير. الناس عايزه اللي يشجعها. اكيد. شوفي في ماتش الكوره الناس تبقى قاعده، ده مصر بتلعب، الناس مالهاش في الكوره بتروح تتفرج، محتاجه الناس تحمس، الاعلام يبقى له دور زي ما انتم عاملين دور محترم، القنوات اللي بتجيب كلام فاضي وحاجات عايزين بقى اعلام يبقى تنويري تنموي. نتمنى اعلام يعمل على اعلاء القيم، على اعلاء الدوله. نتمنى. على ابراز الايجابيات وتحارب الفساد برضه. نتمنى ان شاء الله ان الاعلام يرجع لدوره من جديد، وطبعا ده اللي يكون يعني على وجه العموم لطبعا كافه المنابر الاعلاميه اللي كلنا بنشوفها على الساحه. بشكر ضيفي العزيز اللي شرفتني ونورتني النهارده جزيلا. بهذا اللقاء استاذ ايمن عدلي عضو اللجنه التاسيسيه لنقابه الاعلاميين، نورتني وشرفتني يا فندم. شكرا جزيلا وببقى سعيد في مصر الزراعيه. خلاص بقت احنا اسعد بوجود حضرتك اكيد معانا وبهذه التعليقات القيمه اكيد والمفيده للساده المشاهدين. كمان بشكركم كل الساده المشاهدين، لسه حلقتنا ما انتهتش، هنتقل حالا لفقره اخرى وكلامنا فيها يكون عن حب مصر مع زميلي العزيز عاصم، انتظروه ولكن بعد فاصل قصير.